الوكالة المستقلة تمكنت أيضا من مواصلة تمديد وتقوية شبكة الكهرباء ذات التوتر المنخفض وربط منازل الدواوير الخاضعة لنفوذها، وذلك بمد الشبكة على طول 43 كيلومترا وربط حوالي 8000 أسرة وتمكينها من التزود بالطاقة الكهربائية. في إطار استكمال كهرباء الدواوير الخاضعة لنفوذ الوكالة، وارتأت الوكالة المستقلة هذه السنة بإعطاء انطلاقة مشروع توسيع وتقوية شبكة الكهرباء ذات التوتر المنخفض وربط منازل الدواوير الخاضعة لنفوذها، حيث تقدر تكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 5 ملايين ديال الدرهم، وقد تم الشروع في الأشغال بداية مع شهر أبريل، وتقدر نسبة الإنجاز حوالي 100% ما تم السنة الجارية. للمشروع أبعاد اجتماعية، كما تهتم الوكالة بالشق الاجتماعي للساكنة، حيث همت بالأساس ربط حوالي 8000 أسرة منتمية للجماعات الترابية لمولاي عبد الله الجديدة والحوزية، وكذا تمكين هذه الساكنة من التسهيلات في أداء واجبات الربط، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 12 شهراً.